أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. يوم 3 ديسمبر هو اللي يوافق اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة. اليوم سأقدم لكم شخصية ابن خلدون. ابن خلدون هو شخصية تاريخية من علماء المسلمين، اسمه الكامل هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. بهذه المناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، عمو يزيد دار أغنية نقول فيها أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة. وانتم يا أحبائي اللي حبيتوا ترسلونا باش نقرأوا رسائل تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد. عمو يزيد.